الصوت كأنه ميوت أو دكتور حسن. اه سوري من ساعتها انا قاعدك. طيب كنت بقول، هو احنا الانيشال انفستيجيشن بنعمله اللي هو الانسولين لايك اللي هو الاي جي اف، صح؟ اي جي اف 1. بعد كده بنكونفيرم بال اللي هو الاورال جلوكوز تولرانس تيست مع الجروس هرمون. تمام، ده كده بالنسبه للاكروميكلي. طيب نكمل. طيب 58 years gentleman long standing type 2 diabetes present to the acute medical take blood test and demonstrate in the table below the blood test result and consists of diabetic ketoacidosis no other past medical history than type 2 with obesity and not episode and has not had episode of diabetic ketoacidosis before and does not drink alcohol his medication history include aspirin losartan والميتفورمين والدابا-جلوفزين والجليبراميد جليمبرايد and he is allergic to the penicillin. طيب ال pH 7.2 ال blood ketone 3.6 ال blood sugar 15. طيب هو في diabetic ketoacidosis حاليا. Which one of the kids is most likely to have contributed to ruin the metformin? لا، Metformin. انا اللي كان بيعمل نورمو بتاع كيتو اسيدوزيس هو ده. الدابة. ما هي لا ليه 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 لا، ليه نورمو ما هي شوجر هاي 15 دي ده. نورمال. اه دي نورمال، اه دي نورمال. ده بيوجع الشوجر في اليورين. اه ماشي. احنا عندنا هو ممكن يحصل في التايب 2، صحيح دايبت كيتو اسيدوزيس من نورتفورد قصدك؟ ماشي نشوفها. المتفورمين لا دابا اللي في الزون. ليه تبقى طيب طيب نقرأ اللي هنا الكلو. اوكي it is the newer الدابة هو بتهيألي احنا كنا في الدي كي ايه، كنا بنقول 11 تقريبا، او الامريكان كان بيقولوا 13 ونص، طيب I'm more than هو بس نفس هي الشيء اه هو more مش نورمال. 15 و pH 2.6 أيوه يعني بكل المقاييس هي اه هنا بيقول the other boosters هايبر دول are not associated with development DKA، يعني هو الوحيد اللي بيعمل. It should of course be noted the metformin can lead to lactic acidosis. ماشي. طيب اوكي طيب نقول من اول كده، الدابا جليفلازون is a newer drug for treatment of diabetes is a member of sodium glucose transport linked to inhibitor class drug. ماشي ما علينا. هو بيعمل بيرفنت الري ابزوربشن جلوكوز في البروكسيمال كريبيول، بيوقعها في اليورين. ماشي. الاذر ميديكيشن كلاس زي الكانا ماشي ما قلناش حاجه. وار ذيس ميديكيشن ريبريزنت ان افكتيف كلاس دراج، ذير ار ريبورت بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس ميليتس ان دايابيتيك كيتو اسيدوزيس وايل تيكينج ذيم اسينشال ذات اكيوت ميديكال تيرمز ار valiant for such presentation as prevalence of طيب هو يعني ما قالش حاجة، بس هي عادة هو بيعمل نورمو جلايسيميك كيتو اسيدوزيس. فأنهي اللي هنا بيقول هنا البيشنت تيكينج بياخدوه دايما في ال often lost weight طيب 2 diabetes mellitus. مش عارف بصراحة، السؤال ده معقرب شوية كده. ما اعرف بعدين انا الميتفورمين انا بتذكر انه قبل كده كان بيعمل ميتابوليك اسيدوزس يعني انا بتذكر الدراج ان كان من كونترا والغلط اندكيتد الوحيد، الغلط الوحيد يمكن دي جاب الخطأ، يمكن المفروض يكتب خمسة، اللي هو البلاد شوجر ايوه كتبها خمسة كانت تعدي. طيب اكتب لهم كومنت بعدين طب اقول لك على حاجة، طب نشوف الديسكشن، صحيح الأسئلة اللي فيها هتلاقي على طول. يعني بيقول ايه؟ اه بقول لهم from previous question the association was normal glycemic given here glucose was in nature. ده واخد لايكات كتير.
هنا بيقول لك انه كان cause a glycemic through dehydration كله حاجة زي بتكلم في كده. نفس القصة. خلاص ندي ده لايك كمان يا شباب. طيب اوكي 72 years old man seen in the clinic complain of the both feet and he report pain in both feet. He report the pain is burning in nature and worse at night when sitting watching TV. It can often be severe and is struggling تمام. هنا to بيقول لك manage الموست and ابروبريت فيرست لاين تريتمنت فور ذيس بين اللي هو ال جالاكسيتين نيوروباثيك بين. بنستخدم ايه؟ نيوروباثيك بين كده. نيوروباتيك. ما هو ايوه الديلوكسيتين ديلوكسيتين والاميتريبتالين اول حاجه وبعدين الديلوكسيتين وبعدين ال جابا بنتين برجنالين. جابابنتين. ايوه طيب برجنا بالين. برجنا بالين اللي هو اللاريكا. اوكي معلش انا ممكن بس عشان قطعتك عشان ناخد which one of اسئله اكتر يعني لو سؤال مباشر. okay. which one of following serum protein most likely to increase in patient with a severe pneumococcal pneumonia? السيفير نموكوكا نيمونيا. يعني مش الكورتيزول binding protein. انا بقول الفيريتين كيوت فيز رياكتيف. الفيريتين مع الكرونيك تقريبا. مش عارف انا السؤال ده انا عايز ايه بالظبط، بس انا قلت الفيريتين لان هو اكيوت فيز رياكتنت فيزيد مثلا في الانفلاميشن مثلا. طب نختار كده ونشوف. هو الاكيوت فيز بروتين اللي هم الاكيوت فيز رياكتنت دول سي ار بي برو كالسيتونين فيريتين من ضمنهم. ده اللي بتاع كورونا اللي بيعمل في كورونا الفايبرو فايبرينوجين الالفا 1 انتي تريبسين سيريولوبلازمين سيريوم امايلويد اي سيريوم امايلويد بي هيبتاجلوبين كومبلمنت. كل دول هيزيدوا في اي انفلاميشن. طيب دول طيب الحاجات التانية دول بيقول during the acute phase response the liver decrease production other proteins يعني بيزود دول وينقص دول. اللي بينقصهم اللي هو الالبيومين ترانسفيرين الترانس ثايريتين ده بتاع البري البومين يعني او الالبومين شخصيا نفسه. تمام ترانسفيرين وريتينو ريتينول بايندينج بروتين وكورتيزول بايندينج بروتين. يعني ده بيحصل في اي انفلاميشن مزود دول على حساب دول البيومين والبري البيومين اللي هو ترانس ثايريتين ترانسفيرتين والريتينول والكورتيزول بايندينج بروتينز. ان الليفل اوف سي ار بي ار كومونلي ميجر الاكيوت ان ويل بيشنت ده طبعا بيستخدموه اصلا في النيمونيا بيحسبوه لو كان فوق 100 بيديله انتي بيوتيك كده اللي هو البلايندلي كده امبريلا. لو كان تحت 20 بينتظروا الكالشر لما تطلع. طيب بس مش عارف وده هنا في الاندوكراين ما علينا. طيب which of the following statement regarding المودي is true. طيب it's usually strong family history. طبعا ال body mass is typical more than 30. دي لا صح. does not respond to glimepiride. Why is it true؟ ما هو قال لك ايوه what is true. خلاص is true strong family. ايوه اوتوزومال دوميننت بيجي سن اقل من 25 سنه اللي بيجيب له كويس اللي هو السلفونيليوريا الموست كومن اللي هو 3 بيبقى معاه حنفي 1 الفا جين ما بيبقاش معاه كيتوزيس. ده ولا بيعمل كيتوزيس ولا الكلام ده. طيب 41 years old man present with recurrent headache typical occur 2 3 times per day associated by sweating and palpitation. شكرا يا ثايرويد. As was concerned that may be due to the blood pressure
Paru, his father home monitor. During this episode, his blood pressure is around 210 over 110. ده فين كروموسوم؟ given like diagnosis most appropriate next step. انها صح؟ وعلاجه الفين، علاجه الفينو بنزامين، كنا قلنا علاجه الالفا بلوكر بعد كده البيتا بلوكر، بس هو النفرنس دي بتبقى في اليورين، هي دي اول حاجه نشخص الاول، بعدين فين كروموسيتوما. صح ايوه يبقى 3 24 year 24 hour collection are needed as some patient have intermittent raised level. طبعا في حاجات بيطلبوا منها ان هو ما ياكلهاش اللي هي فيها تريبتنز تقريبا او حاجه زي كده عشان التيست ده يطلع مظبوط. اوكي ممكن مكتوبه هنا يمكن. طبعا اليورين ده السنسيتيف بتاعته 97%. برضو في عندنا حاجة تانية اللي هي الكوليكشن الكاتاكولامينز السنسيتيفيتي أقل شوية، بنستخدم معاه الألفا بلوكر، وقلنا من فينو وفينوكروموسيتوما فعلاجها فينو نوكسيبينزامين وبيتا بلوكر سكند لاين، بس بيبقى معاه هايبرتنشن وهيديك وبربيتيشن وسويديك وأنكزايتي وحاجات زي كده. أنت كنت قلت إيه؟ فكرت في إيه دكتورة الأول؟ الحاجة تانية بس مبقاش معاها في الأول هايبرتنشن. هايبرثايرويديزم أيوه فكرت في بالبيتيشن وسويتنج هايبرثايرويديزم يعني ايوه هي الهايبرتنشن اللي بتقطع القصه دي. أيوه اوكي طيب هو 6 years old man admitted to the endocrine following 1 month history of polyuria polydipsia appears severely dehydrated water deprivation test performed which show the following result اليورين اوزمولاريتي بعد الديبريشن تيست 50 واليورين اوزمولاريتي بوست الديموبريسين 700 يعني هي طيب هي يعني بعد خلاص ظاهرة يعني ان هي اي دي اتش يعني ايوه هي كرينيال هي كرينيال كده صح عشان استجبت الديسموبريسن صح، يبقى هي كده كرينيال دايبيتس انسيبيدس. تمام. طيب دكتور اقرا عنك شويه. ممكن طيب خليك معايا على السمع. A 33 year old woman is referred to gynecological outpatient department with 3 month history of postcoital and intra menstrual bleeding. She has a past medical history of ankylosing spondylitis. She is on regular sirolimus ده الانتي مونوكلونال بتاعي الانكلوزنج سبوندلايتس. تمام. شي سموكر 10 سيجاريت بير دي درينك 3 بوتلز اوف واين بير ويك. شي از هاز بين ريجولار سيكشوال ريليشن شيب وذ وان ميل بارتنر فور ذا لاست 11 مانث اند هاز بين اون ذا كونتراسبتيف بيلز فور ذات تايم بيريود. تمام. شي هاز نيفر بين بريجننت. ماشي. Gynecological examination are remarkable. Colposcopy undertaken demonstrate stage 1 squamous cell carcinoma. Given the likely diagnosis, the most risk factor development of condition below. هي عندها squamous cell carcinoma. هي ايه الريسك فاكتور بتاعها؟ سيرفايكل صح، دي مش سيكونس كارسينوما، قصده على السيرفايكل يعني سموكينج مثلا ولا برايتي ولا كونتراسبتيف بيلز ولا الكحول. الكحول سموكينج 10 سيجاريت. مونوكلونال ده ملهاش دعوه بتهيألي، هي واحده من دول بس انا اختار. طبعا النت بيفصل، النت بيفصل وبيرجع مره ثانيه لا ولا يهمك دكتورة معلش أنا آسف. طيب أنا في بالي
هنا بيقول ان الحاله دي يعني هي بتاخد ادويه تمام، واتعمل لها كولوبوسكوبي وطلع عندها ستيج 1 سكوما سيل كارسينوما تمام. فا ايه اوكي. يعني، هل الكحول بالتالي لا، هل الدواء ده المونوكلونال لا، بواحد من الثلاثه دول، بس انا اختار السموكينج. بس ممكن ايوه. هي بتشرب بس 10، وخدت كونتراسبتيف بيلز لمده 11 شهر، بتشرب 10 سجاير في اليوم. انا اختار دي سموكينج، سموكينج فعلا، ان هي بتعمل تو فولد انكريز الريسك اوف ديفلوبمنت سيرفايكال كانسر وومن ودو نوت من اللي ما بيشربوش سجاير يعني. طيب ناخد سؤال تاني، بيقول which of the following next best step definitive management في البيشنت كونديشن definitive management تمام. طيب هو ايه الحالة هنا، بيقول 50 year old man present with extensive thirst and constipation، عنده هايبركالسيميا يعني شكله كده، for months he wake up several times at night to urinate. He had a fracture of right index finger 2 months ago after falling off from his bed. ماشي. الفيزيكال اكزامينيشن شو نو ابنورماليتيز، التراساوند نيك واز ارينجد اند شو بايلاترال باراثايرويد ادينوما اند هايبر باراثايرويدز تمام. طيب هنا بنبص على الكالسيوم عنده معدي، قلنا معدي الاثنين وربع من 100، لازم سيرجي. سيرجري خلاص توتال باراثايرويدكتومي. بالظبط كده. طيب ناخد كمان سؤال ومعلش ونختم بقى عشان هي مصلي العصر وكده. 51 year old woman is reviewed in diabetic clinic. She was diagnosed with type 2 diabetes mellitus 12 months ago and still has poor glycemic control 63، مع ان هو بياخد ايه؟ هنا ما قالش حاجة. جلوكوزاي stop taking جلوكوزاي. اوكي. طيب she is recently had to stop taking glucoside due to repeat episode of hypoglycemia only taking maximum dose of metformin ومش عامل له كنترول، فاحنا هندي له حاجة تانية تمام. هنقاد ايه بقى؟ ايه الأول واحدة؟ اختار واحدة بايكروزاي. بس، ال في واحدة في حاجة بتعمل هايبوجليسيميا فيهم؟ لا صح؟ أيوه هو ده، هي اللي كده، دول مش هيعملوا الهايبوجليسيميا ليه؟ تمام؟ طيب سلام. ناخد لنا بريك كده.